طيب تتذكر هذه؟ تتذكر هذه؟ اي اتذكرها. تتذكر الجوال هذا اعطتني اياه؟ دقيقة وريني صورة العرض ودي وريني وريني الخلفية. شوف شوف. اصور من ايش؟ اصور من الكاميرا اعطتني اياها. والله اسمع ترى انا شايفك الحين قسم بالله الدقة فظيعة ما شاء الله. عادي اشرح لهم ايش سالفة القرش؟ لا افهله. شوف انا حاط براسي اني اتبرع لمرضى السرطان بشعري تمام، قبل العيد اذا وصلت 100,000 راح اتبرع شعري، راح احلق على الصفر واتبرع لمرضى السرطان. هذا شيء حاب اسويه من زمان، فايش رايك؟ فجيت استشيرك ما دامك انت العم اكثر واحد يسوي خير، فهمت؟ اوكي انت تبي تستشيرني ولا تبي توصل للناس انه وصلوا لي 100,000 عشان شوف الاثنين اقدر اسوي كذا انا. اعوذ بالله. هلا والله منورين كل جو من عند ابو فلة، وشكرا لكم من سويتوا اشتراك. باذن الله راح نوصل 100,000 وراح نتبرع بشان مرضى السرطان. انا ريان شديد يوتيوبر من 2015 انزل اشياء مره حلوه، وهذا شغفي اني انزل مقاطع واسويها، واهم شيء انه اسعدكم ابسطكم فنغير مودكم. فخليني اشرح لكم ايش راح اسوي بشعري. كل اللي سالوا شباب انا الحين يمديني اتبرع بشعري لمرضى السرطان لانه طويل، فالحمد لله ربي رزقني فيه، وانا حاب اذا وصلت 100,000 قبل عيد الاضحى راح اتبرع فيه لمرضى السرطان، لانه حيسوي فيه باروكه ويعطوها لمرضى السرطان، لانه تكلفه الباروكه غاليه تقريبا 250 دولار، فانا راح اوفرها عليهم واعطيهم اياها. فباذن الله راح نسويها مع بعض. انا ابو فله، شكرا لكل شخص سوى اشتراك لنا، راح نسويها. اترككم مع المقطع. اليوم راح نجرب اكثر اشياء كنا نسويها واحنا صغار، هذا شيء كنا نسويه نتكلم عن البوق، يلا نروح اللي بعده. الشيء الثاني اللي راح نحاول نسويه لما كنا صغار انه نحاول نوزن كهرباء. كيف حروزنها انا ما اعرف، ما ادري ايش كان يتهيأ لنا، بس خلينا نجرب. هو المفروض كذا. وزنته؟ لا رفعت النور. شوف خايف يفقع. اشتغل. كذا كنت سويناه. ويلا نروح الشيء اللي بعده. كنا نستنى الصف الرابع عشان نكتب قلم حبر، فالحين راح نشخبط ونوقع بقلم الحبر. راح نمسك هذا القلم، طبعا اول ما نشوف قلم ونفتح كتاب ايش لازم تيجي تسوي؟ يقول لك حادي بادي كرومبو زبادي، راح نختار نخربش على هذا. يعني هذا ما عنده شنب، فراح نرسم له شنب، يعني كل واحد صغير اتوقع انه سواه. طب اسمع. من السكسوكة غير بالشينة. وكذا يكون سوينا ثاني شيء. باقي شيء واحد راح نسويه بعدها بالقلم، انه نمسك الكتاب زي كذا ولازم تكتب توقيع. شوف توقيع، شوف شوف معاكم افضل موقع بمجرد ضرب التبانة. معليش عمر زردية بس بغيت عليه. يا نروح اللي بعده. كنا زمان جيب قلم الرصاص وكنا نبري من الجهة هذه من الجهة هذه، فجبنا هذه البراية. اخط نفسي انسى تحط لايك واشتراك اذا ما حطيت. وكذا يكون برينا القلم من جهتين، فنروح اللي بعده. الحين راح نروح نسوي الشيء اللي بعده اللي هو خلينا نقول لكم برا الغرفه. بس اول شيء يا الهي انه شوز المقلوب هذا حرام. كان يقولون حرام اذا الشوز كان مقلوب وانتم بكرامه، هذا الشيء حرام، فاحنا قلبنا. ما ادري ليش كانوا يقولون حرام، بس ما والله ما ادري، اكتبوا لي بالكومنتات ليش. الحين راح نسوي الشيء اللي بعده اللي هو هذه المساحه وهذا القلم. كنا نكتب عليهم وكانوا في ناس يسوون كذا انه يشقون المساحه. الحين راح نسوي ثنتين نسوي كذا شقينا، راح نكتب كلام نكتب ونرجع لكم. كذا يكون كتبنا على المساحه زي ما تشوفوا ايش كتبنا، فاللي ما حطها يحطها. يلا نروح اللي بعده. الشيء اللي بعده اللي راح نسويه انه راح ندخل الاسانسير. تعال كنا نضغط كل الازرار زي كذا. حلق الاسانسير، حلق ييي. في هذه اللحظة أدرك ريان إنه جاب العيد. شباب مع السلامة. ها لا يسويها عشان لا تموت. اللي بعده اللي بعده. لما كنا صغار كنا نخرق الغطا من فوق، كنا نسوي كذا. شوفوا خلينا نسقي الشجرة كده. الله يعني احنا ما نضيع المويه، نحاول نسقي. وهذا العين المتابعين. يلا اللي بعده. الخط الخط يا مصور شد على مصور. طيب الحين راح نسوي المشي المشهوره اللي هي هذه.
احنا نسوي حقة البلاط اللي كلكم تعرفوها، انه تحاول تمشي بدون ما تسقع الخطوط. شفت الخط؟ جبت العيد بس امشي سويناها. يلا نروح اللي بعد. الشيء الثاني اللي راح نسويه انه كنا نروح عند اي مقالة نمسك الاشياء، بس قبل ما نمسك الاشياء لازم نعرف هل في احد يشوفنا ولا لا. بسم الله نشوف. ترن 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 ترن. طيب الحين زين بعد ما اكتشفنا ما في احد، فخلينا نلمس اشياء على راحتنا. طيب كنا نجيب بطاطس ونفتحه زي كذا، ايش كنا نسوي يا شباب؟ يعني نجي نحط الاول كذا، كنا نسوي كذا زين، كنا نسوي كذا كنت يكون سوينا اللي بعده انه نسوي نفسنا نكلم احد ما حد يكلمنا، لما كان عندنا جوالات كنا نشوف الشعور. يلا نروح اللي بعد. طيب يا شباب خلصنا الشيبس ورجعنا لكم، والله بطل. خلينا الحين نسوي اشياء كنا نسويها من كنا صغار، بعدين نضلك تدور لين ما تدوخ. هليكوبتر 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 هليكوبتر. والله يلا اللي بعد اللي بعد. والله ايش هذا؟ والله صدعت. كم الساعة؟ دقيقة 24 دقيقة بالضبط. نروح نسوي الشيء اللي بعده. طيب من كنا صغار كنا نسمع أصوات إزعاج، يعني أنا لما أكون مكان مزدحم زي الحين وأكثر الناس إزعاج كنا نسوي كذا باك باك باك، طبعا متابعين صوت الإزعاج طبعا. طيب الحين زي ما تشوفوا في طيارة راح تطلع بعد من هنا بعد شوي. طيارة طيارة، خذونا معاكم خذونا معاكم الطيارة، خذونا الطيارة، الطيارة حقيقية 200%. طيب كنا نسوي شيء صغير بالفيم، هذا الفيم تخلص بس ايش تسوي؟ نفتح هذه كذا وكنا نفك هذا، يعني نكسره، كنا نشيل الورق هذه لقيناها، وكنا نفك هذه. صرت قاعد اقفلها معليش يا ولد. مرات انفتح يا مرات انفتح، راح اكبها بالزباله. نروح الشيء اللي بعده. واخر شيء كنا نسويه لما كنا صغار كنا نمسك علبه قروره كذا بعدين طرين. شكرا. ايش رايك بشارك الفقع؟ سي كان في بس هنا. يلا